بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكا رجل إلى الحسن البصري الجدب وقلة الأمطار فقال له استغفر الله، وشكا آخر إليه الفقر والحاجة فقال له استغفر الله، وشكا إليه ثالث حرمان الذرية فقال له استغفر الله، وشكا إليه رابع جفاف بستانه وقلة البركة في ماله فقال له استغفر الله. فسئل الحسن لماذا أتاك رجال يشكون أنواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار، فقال ما قلت من عندي شيئا، فإن الله عز وجل يقول في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيا من تريد راحة البال وانشراح الصدر وسكينة النفس وطمأنينة القلب والمتاع الحسن عليك بكثرة الاستغفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. يا من تريد قوة الجسم وصحة في البدن والسلامة من العاهات والآفات والأمراض عليك بكثرة الاستغفار، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يا من تريد دفع الكوارث والسلام من الحوادث والأمن من الفتن والمحن أكثر من الاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يا من تريد الغيث المدرار والذرية الطيبة الصالحة عليك بكثرة الاستغفار، يا من تريد تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات ومحو السيئات أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فعليكم إخوة الإيمان بكثرة الاستغفار، فإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأكثروا من الاستغفار فإنه سبب الحصول على الرزق المدرار. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.